بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصيام وعلى نعمة القرآن وعلى نعمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين، نحن وسائر المسلمين، وأن يؤمننا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحور كل من حرش المسلمين على المسلمين، وكل من سلح المسلمين لقتل المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. اللهم أخرجنا من بينهم سالمين غانمين، ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك عنا ولا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، وهب المسيئين منا للمحسنين، وشفع فينا صالحين ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم في دنيانا وأخرانا، واحفظنا في أهلينا وفي أنفسنا وفي بلادنا وفي ديننا وفي دنيانا وفي برازخنا يوم الحشر والعرض عليك يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أريد بس أن أنا أنوه على وجه عجيب من وجوه إعجاز القرآن، مش عايز علم كتير، لأن وجوه إعجاز القرآن لا نهاية له. لا يوجد كتاب على وجه الأرض إن تحب أن تكرره كثيرا إلا ولابد أن تمله بعد فترة. قرأته مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، لازم تمله، إلا القرآن سبحان الله. هو ده وجه من وجوه الإعجاز العجيب. إحنا بنكرر القرآن من وإحنا أطفال عايزين نحفظه، وبنصلي بيه بقى لنا 30 و40 سنة، وكل ما نيجي نقرا تاني نفرح بيه أكتر وما نشبعش منه. مش ده إعجاز؟ في كتاب كده؟ في كتاب كده في الدنيا؟ فيش إلا كتاب الله بس. لا يمل من كثرة الرد، وده وجه كبير أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إن القرآن. والعجيب إنه ممكن واحد ما يعرفش عربي لكن حافظ القرآن ما يملش من كثرة التكرار، وهو يمكن مش عارف معناه لكن يبقى فرحان، وكل ما بيكرره يفرح بيه اكتر. حاجه عجيبه، مش ده كتاب عجيب؟ هل في كتاب كده زيه؟ ده وجه كبير من وجوه اعجاز القران. واحنا النهارده بنختم الختمه النمره 5 في هذا رمضان، هنختمها بكره ان شاء الله. واللي حاضر معانا من اول رمضان، كل ختمه كانها حاجه جديده، يبقى فرحان بيها كانها اول مره يسمح. دي مش حاجه عجيبه؟ مش دي مش حاجة عجيبة من عجائب هذا الكتاب العجيب؟ علشان تعرف ان هو من عند الله. لو كلام بشر الانسان يمله على طول، بعد فترة تكرره مرة، اثنين، ثلاثة، 10، 20، خلاص تزهق منه. الا القرآن ده سبحان الله لا يمل من كثرة الرد، لا يمل للعربي ولا غير العربي، لا اللي فاهمه ولا اللي مش فاهمه، ولا العالم ولا الجاهل، كله ما يملوش سبحان الله يعني. فدي نقطة مهمة عشان احنا عايشينها. شوف احنا عايشينها ازاي، كل ما نخلص ختمة نخش بختمة تانية، نلاقي نفسنا عندنا نهم، بدل ما نخلصها في 6 أيام لا عايزين نخلصها أكتر عشان نخش في اللي بعدها. إيه ده؟ مفيش كتاب كده، مفيش كتاب كده في الدنيا، حاجة غريبة يا أخي سبحان الله. فالحمد لله الذي هدانا لهذا القرآن، ونجعل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يذكرنا منه ما نسينا، ويعلمنا منه وجهلنا، وألا نمل تلاوته ليل نهار ما حيينا، وأن يتقبل ذلك منا، ويحشرنا في زمرة أهل القرآن، فهم أهل الله وخاصته. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل قراءة كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها ومعاليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء المصنفات وشراحيه في الدارين آمين. الحديث التاسع بعد 100.
حديث مراتب الضيافة والتيامن فيها سنة من سنته صلى الله عليه وآله وسلم بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه بإسنادنا إليه وإسناده عن أنس رضي الله عنه. أنس ده خادم النبي، أنس بن مالك خادم النبي يروي عن أنس رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا. شوف تواضع النبي يروح يزور خادمه في بيته. طب هات لي انت واحد مننا كده كان عنده خادم في بيته وراح زاره في بيت خادمه، هات لي واحد عشان تعرف بس النبي حاجة تانية. ده من أول الحديث كده تلاقي أنوار النبوة، أنوار الأخلاق قبل ما تعرف الموضوع إيه. يعني احنا لو ورينا كده عن انس رضي الله عنه وخادم النبي يقول اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقوم بقى كده ونروح، استفدنا استفادة كبيرة من كمال التواضع وكمال حسن الخلق. نادرا ما طب هات لي انت واحد وزير كده راح زار الساعي بتاعه في بيته، ولا رئيس مصنع ولا مدير مصنع ولا مدير مستشفى. وفين دول بقى وفين رسول الله يا عم؟ مهما كان رئيس ولا مالك ولا بتاع، فين هو وفين رسول الله سيد الخلق اجمعين؟ فين؟ او دول اللي ما يجوش حاجه ضفر في ضفر رسول الله ولا قلامه ضفره ولا في ذره فيه. ما حدش فكر يزور مين؟ الخادم بتاعه ولا الساعي بتاعه ولا السكرتير بتاعه، يتفقد احواله في بيته ويشوف احواله ايه؟ لا ومش كده بس، وياكل عنده يجبر خاطره. وكل الحاجات دي ده حاجات عجيبه، عشان كده اللي عاشوا مع النبي كان اغلى عندهم من نفسهم صلى الله عليه وسلم، لانه ما شافوش الحلاوه ولا الجمال ده في حد ابدا. تعرفش تصنفه تقول ده ملك ولا تقول ده ايه؟ ما ينفعش اللي يبقى نبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش اللي يبقى نبي، دي تصرفات النبوه. عن انس رضي الله عنه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه، ويشاور على الدار يعني علشان يبين لك ان ايه متشرف ايما تشرف، محتفظ بهذه الدار مش عايز يتحرك ولا يبيعها ولا عايز يشيل المكان اللي النبي قاعد فيه يتخذه مصلى. شوف قد ايه تبركا بهذه ايه الذات الشريفه صلى الله عليه وسلم. في دارنا هذه فاستقى، ومش كده وبس، وقال لهم كمان ما تجيبوا لنا حاجه نشربها. ياه شوف بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم كمان يجبر خاطرهم يقول لهم هاتوا لنا حاجه نشربها. يعني اما تروح انت تزور مثلا لواحد من الناس اللي بيخدموه وتقول له ايه؟ ما انا جاي النهارده ان شاء الله اشرب شاي معاك. في بيتي؟ معقول؟ ويبقى مش مصدق. وانت ايه بقى والنبي ايه؟ فاهم؟ يا سلام على نبينا. فاستقى يعني طلب يشرب صلى الله عليه وسلم حاجه، قدموا لنا حاجه نشربها زي ما بنقول احنا كده. فحلبنا له شاة لنا ثم شبته من ماء بئرنا هذه. اما حلب الشاة خادم عنده شاة، يعني حلبة الشاة هتبقى كميتها ضئيلة، والنبي جاي معاه ضيوف فعايز بقى يعمل ايه اكرام للضيوف كلهم، فراح كمل الحلبة ايه لابقى مية علشان يكترها ويبردها برضه عشان تديها، لان اللبن نازل من الشاة لسه سخن بدرجة حرارة جسم الشاة، وهم عايشين في بيئة حارة، فحب كمان يجيب من البئر ماء ايه بارد عشان يبرد بيه اللبن، وفي نفس الوقت يكتره علشان يقدم للنبي ما يكفيه ويكفي من معه، وده برضه من باب الإكرام. ثم شبته من ماء بئرنا هذه برضه، يعني شوفوا البئر ده شرب منه النبي، خدوا بالكم يعني تعالوا اشربوا منه، كأنه عايز يقول لنا كده يعني. ولما يقول في دارنا هذه يعني تعالوا زوروا الدار دي تبركوا بالحته اللي جا فيها النبي. ما كانوش وهابيه يا عمي، ها ما كانوش وهابيه ولا يعرفوا المذهب الوهابي ده اصلا، لكن لو وهابيه هيهد البيت ويعمل مش عارف ايه ويذبح الشاه ويردم البئر، يعني هيعملوا كده. وعملوا بالفعل، وعملوا وبيت النبي اللي اتولد فيه عملوه دوره مياه ميضاء، يعني ربنا ينجينا. شوف فبيقول ايه، خد بالك ان دارنا هذه من بئر هذه، ايه ده بينبه لك معاني مهمه عشان يقول لك اوعى تبقى وهاب.
فهمت ازاي؟ على طول كده انك تتبرك باثار الانبياء والصالحين، لان شوف اي شيء ينسب لهذا النبي بركه كبيره. شوف لدرجه ان المسلم مقامه عالي ليه؟ لانه منسوب للنبي. مكه مقامها عالي ليه؟ لانها منسوبه للنبي. فهم؟ اي المدينه بقى ما كانت قبل النبي المدينه دي وباء، ما كانش حد يرضى يسكن فيه، وحمى لما سكنها النبي بقت ايه؟ من الجنه. يقول لك وادي قعقعان ده من الجنه، والبئر ده من الجنه، والبقعه دي من الجنه، ده المدينه كلها احد جبل من الجنه، ايه ده؟ ده اتحولت لكلها قطعه من الجنه عشان ايه؟ النبي سكنها. يبقى حيثما وجد النبي وجدت الجنه، اعرف دي. حيثما وجد النبي وجدت معه الجنه، الله. لان هو النبي ده جنتنا. فهمت بقى يا استاذ؟ فاستقى فحلبنا له شاة لنا، ثم شدته من ماء بئرنا هذه، فأعطيته وأبو بكر عن يساره، سيدنا أبو بكر كان قاعد على يمين على يسار، وعمر عن إيه؟ أمامه تجاهه، وأعرابي عن يمين، يعني راجل مجهول من الأعراب ما نعرفوش، جاء صاحب النبي وهو رايح إيه؟ يزور أنس بن مالك في بيته. فلما فرغ سيدنا رسول الله شرب وفرغ من الشراب، والبقى الشراب لسه فيه، يعني معناه ان النبي هيديهم يشربوا. خد بالك لما كانوا يقدموا للنبي شراب يقدموا له في كوب واحد كبير علشان يشربوا مكان النبي، علشان يحصل لهم البركه. احنا لما بنقدم دلوقتي بنقدم ايه؟ اكواب بعدم الحضور. فهمت ازاي؟ لكن مع النبي لا، ده يديله ايه؟ الشفشه كله يشرب اللي هو عايزه، والباقي كلهم يشربوا من نفس مكان مشارب النبي صلى الله عليه وسلم. الاعرابي قاعد على يمين النبي، سيدنا ابو بكر قاعد على شمال، وسيدنا عمر قاعد قدامه، وسيدنا رسول الله خلص، عمر خايف لحسن سيدنا رسول الله ما يديش ابو بكر الاول، هيدي الاعرابي اللي ما نعرفوش ده ويسيب ابو بكر. ابو بكر اولى بصغر النبي. فلما فرغ قال عمر: هذا ابو بكر. بيفكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر لسيدنا عمر كده وراح مدي للاعرابي عشان على يمينه. فهمت؟ فاعطى الاعرابي فضله، ثم قال: الايمنون الايمنون، الا فتيمنوا. بيفهم سيدنا عمر بقى السنه. قال انس: فهي سنه ثلاث مرات، يعني كررها ثلاث مرات علشان الأيمنون الأيمنون ألا فتيمنوا. ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام، أحدها جواز طلب الماء بين الأصحاب أو المشروب، مش الماء يعني، لأن هو هنا خلاها مية، لأن هو النبي قال له إيه؟ عايزين نشرب حاجة، ما قالوش لا مية ولا غير، لأن مش معقول يقول له نشرب مية جيب له لبن. فهمت بقى ازاي؟ فكان الاولى ان يقول ان هو طلب المشروب، ان يشرب اي شيء. ظاهر الحديث يدل على ثلاث احكام، احدها جواز طلب الماء بين الاصحاب، يبقى طلب المشروب بين الاصحاب، وليس من باب المكروه. يعني مش عيب انك انت تروح تزور واحد في بيته وتقول له ايه؟ شوف لنا حاجه نشرب. دي مش ضد المروءه. عادي. النبي عملها. خصوصا لما يبقى انسان كمان عالي القدر وصالح وعايز يشرب في البيت. يعني ايه اهل البيت ايه؟ يفرحوا ان هو هيشرب من الاناء بتاعهم، هيشرب من ميتهم، هيشرب من ايه؟ العصير بتاعهم، يعني يفرحوا. والاخر ان السنه في اعطاء المشروبات ان يكون يبدا بها بالذي على يمين العاطي، هو كان الاولى يقول يبدا بها بطالبها. مش كده برضه؟ لان هو بدا باللي طلب، النبي قال له شوف لنا حاجه نشربها. فابتدى باللي طلب الشراب، ابتدى بالنبي. بعد اللي طلب الشراب نبتدي تمشي، تمشي بعد كده بقى من على اليمين. أن السنة في إعطاء المشروبات أن يكون يبدأ بها بالذي على يمين العاطي بعد إيه؟ بعد شرب الطالب يعني. وإن كان الذي على الشمال أو أمام أفضل منه، لأن اللي على شماله أبو بكر واللي أمامه عمر، والاثنين أفضل من الأعراب. مش كده برضه؟ التالت جواز خلط اللبن بالماء عند الشرب. امال النبي ليه نهى عن خلط الماء بالماء، الماء باللبن، وقال من غشنا ليس من اللي ناوي يبيعه، اللي ناوي يبيعه
يبقى ده حرام تخلطه بالميه لان ده، لكن انت ناوي تشربه انت حر بقى، اخلطه بميه، اخلطه بكركديه، اخلطه باي حاجه، ما انت هتشربه، فهمت؟ مش هتبيعه. يبقى جواز خلط الماء باللبن ان كان للشرب، وعدم جواز خلط الماء باللبن ان كان للبيع، لان ده يبقى غش. والكلام عليه من وجوه، منها ان طالب الماء هو اولى به اولا، وقال وقد جاء طالب الماء اولى به، ويؤخذ منه عرض ما اشتهيت لنفسك او طلبته من المشروبات بعد اخذك حاجتك منه على اصحابك، يعني بعد ما تشرب انت والبقى تعرضه على اللي معاك، وان لم يطلبوه بعد. يؤخذ ذلك من كون سيدنا صلى الله عليه واله وسلم اعطى لاصحابه بعدما اخذ عليه السلام منه حاجته، وهو الذي طلب الماء وحده. هو مش عارف ليه مصمم مولانا الشيخ ابي جابر على كلمه طلب الماء، النبي طلب حاجه يشربها لكن ما يبرش حاجه. وفيه دليل على تنبيه المفضول للافضل على ما هو عنده ارفع، تنبيه المفضول اللي هو مين؟ عمر، للافضل اللي هو النبي، على ما هو عنده ارفع ابو بكر. فهمت بقى ازاي؟ يعني سيدنا عمر شايف ان سيدنا ابو بكر افضل منه، فهو افضل واحد موجود في الميعادين بعد النبي، فهمت ازاي؟ فاراد ان ينبه يعني. وفيه دليل على تنبيه المفضول للافضل على ما هو عنده ارفع، وان لم يكن اصاب في ذلك، وحتى ولو كان اخطا، لانه اتضح ان اجتهاده خطا، ان العبره بالايمن مش بالافضل، العبره بايه؟ بمكان الجلوس، لا بالافضليه عند الله. وإن لم يكن أصاب في ذلك ولا يجب عليه في ذلك تعنيت. وكمان النبي ما إيه؟ ما عنتش سيدنا عمر، عادي خالص، صوب له المسألة وقال له استنى الأيمن، الأيمن تيمن، وخلاص انتهت حلت. وللفاضل أن ينظر ذلك، فإن أصاب وإلا علمه الرفق وتواضع دون تخجيل. ما خجلش عمر، يعني ما قالوش إيه؟ طب ما أنا شايف يا عمر، هو أنا مش شايف؟ إيه ده؟ ايه اللي بتعمله ده يا عمر؟ ما يعمل، لو احنا كنا ممكن نعمل كده، لكن الاخلاق الجميلة حاجة تانية. وانت فاكرني اعمى ولا ايه؟ ويقلبها نكد بقى. هتعدل عليا ولا ايه يا عمر؟ كل الكلام ده ما يعرفوش النبي، كان ما يلومش حد، كان يعلم برفق وبلطف وابتسامة وجمال وحاجات كده. لازم نتعلم ازاي التعامل مع الناس من النبي صلى الله عليه وسلم، علشان كده بيقول لك ايه؟ برفق وتواضع دون تخجيل، ما يكسفوش يعني. يؤخذ ذلك من قول عمر رضي الله عنه، وهذا ابو بكر، ينبه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقدم ابا بكر. طب والنبي محتاج تنبيه، فهمت ازاي؟ لكن اهو سيدنا عمر يعني ايه الان على مقام سيدنا ابو بكر، وحاسس ان هيحصل حاجه ايه تخل بمقامه، فهو حريص على مقام سيدنا ابو بكر ارضاعا للنبي، لان النبي بيقدم ابو بكر كمان. خد بالك ان بيعمل كده محبه في النبي، يعني هم كلهم بيسارعوا في محبه النبي اصلا، فهمت؟ فاهم الحكايه دي؟ يعني هو لما سيدنا عمر عرف ان سيدنا رسول بيحب ابو بكر وبيقدمه، فحب يتقرب للنبي بانه ايه؟ يقول حتى يا رسول ما تدينيش انا قدامك، انت ابو بكر الاول برضه، يعني يفضل ما فضله النبي. يؤخذ ذلك من قول عمر رضي الله عنه، هذا أبو بكر، ينبه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم أبا بكر على نفسه وعلى الأعراب، لما يعلم من مكانة أبي بكر رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرفع الخجل عنه في حق الأعراب، ويرفع كمان الخجل عن النبي، عشان لو حب يدي أبو بكر إلى الأعرابي إيه شاف إن في عذر، لأنه إذا كان يقدمه على نفسه ما قالوش الدين أنا قبل أبو بكر، يبقى من باب أولى الأعرابي يتأخر. لم يقع في نفسه للأعراب شيء بتقديم أبي بكر عليه، ولم يكن له علم بما في غيب الله عز وجل من حكم السنة في ذلك، أنه بخلاف ما ظهر له، فلم يعنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبدى له حكم السنة في ذلك، وكرره ثلاثا على المعلوم من عادته عليه السلام في تكرار الأمر ثلاثا إذا كان له بال. ويترتب عليه من الفقه أن الذي يجتهد في حكم بوجه ما من الشرع ولم يكن يعلم غير ذلك
ويكون الأمر بخلاف ذلك بدليل لا يعرفه فله في خطأه أجر، كما جاء من اجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ له أجر. وفيه دليل على أن من الأدب ألا يكلم شارب الماء حتى يفرغ، يؤخذ ذلك من أن عمر رضي الله عنه لم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد فراغه من الشرب بخلاف الطعام، لأنه قد جاء أن من السنة الكلام على الطعام. يبقى واحد بيشرب ما تكلموش هو بيشرب، يشرب استنى ما يخلص الشرب، لكن هو بياكل ممكن تكلمه بيه. السنة تكلمه وانت بتاكل، لكن مش السنة انك انت تكلمه وهو بيشرب. فعشان كده سيدنا عمر ايه ترك النبي حتى انتهى من الشراب ثم كلمه. وفيه دليل على ان من المروءة ان عطي الشراب ينبغي له ان يعطى اكثر مما يحتاج اليه الطالب. ان لما يجي لك ضيف ويقول لك ما عندكش حاجة نشربها، ما تجيبش على قد اللي طلب، كوباية واحدة عط على قد الناس اللي قاعدين معاه. عشان كده سيدنا انس لما النبي يقول له حاجه نشربها ما جابش على قد الناس، ده ايه حتى لما لقى اللبن قليل حلبة شاي واحده فراح مزودها ميه علشان تكفي الكل. يعني يبقى السنه كده. فيه دليل على ان من المروءه ان عطي الشراب ينبغي له ان يعطى اكثر مما يحتاج اليه الطالب، يؤخذ ذلك من انه عليه السلام اعطى فضله، فلولا ما كان اكثر ما كان يقول اعطى فضله، ولو كان الماء قليلا وشرب صلى الله عليه وسلم وفضل ما أعطى أصحابه لكانوا يذكرون قلة الماء ويجعلونها من جملة المعجزات كما فعل. يعني لو كان بديله قليل وأعطى بعديه يشربه كان قال أن اديته قليل وربنا سبحانه وتعالى كتر الماء ببركة النبي، لا ما قالش دي، ده ليه؟ لأنه اداله كتير من الأول كما فعلوا في المواضع التي جرى فيها ذلك. وقد جاء أن من الممدوح في عطي الماء مثل ما ذكرنا، لكن الآن لا أحقق هل ذلك أثرا، ومن مكارم الأخلاق فيما بين الناس لأنه أرفع للخجل وأبلغ في المعروف. يعني بيقول الآن، لأن الشيخ أبي جمرة كان عازل نفسه عن الناس، بيقول أنا ما أعرفش بقى الناس الوقت لما بيزوروا بعض بيدوا الناس بيقدموا البعض يعني أزيد شوية ولا على الأد، مش عارف يعني ان هذه السنة ما زالت موجودة ولا لا، لانه كان ايه عازل نفسه عن الناس، حبش يقعد يخالط الناس كتير، تملي الناس الصالحين ساعات يجي لهم قبض من الناس كده، يجي له في اخر عمره كده مش عايز يشوف حد ولا يبص في المراية حد ولا عايز حتى يشوف نفسه، شوف يستوحش حتى من اي حاجة سوى ذكر الله. في احوال بتجيله، وكان قاعد جنب الطرق يقول لك معاشرة والإمام القرافي كده، وسموه القرافي ليه؟ قاعد في القرافي، قال معاشرة الموتى أحسن من معاشرة الأحياء. قال السوتي لا، برضه قاعد شوية بس مش في المقبرة، قاعد في المنيل في 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 الروضة كده. وفيه دليل على أن التعليم بالفعل أرفع، وأن القول تأكيد له، لأن النبي ادى للأعرابي أدي فعله وبعدين قال تيمم، يبقى علم بالفعل ثم ايه قرر بالقول. دليل على ان التعليم بالفعل ارفع، وان القول تاكيد له، يؤخذ ذلك من انه صلى الله عليه وسلم بدا اولا بالفعل الذي هو الاعطاء، وكان كلامه عليه السلام يعد جوابا لما قيل له وتاكدا لكونه كرره ثلاثا، ولذلك قال الراوي فهي سنه ثلاثا. وهنا بحث، وهو لما اتى في الاخره بالفاء في قوله الا فيمنوا، فالجواب ان قوله الايمنون الايمنون يعني أعطوا الأصحاب اليمين أولا ثم الثالث بتلك الزيادة، كأنه عليه السلام يقول ألا فيمنوا في شأنكم كله، ليس ذلك في الماء وحده. وقد زادت عائشة رضي الله عنها في ذلك بيانا حيث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، قالت كده في طهوره وفي ترجله وفي تناعله وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. وقد استوعبنا عليه الكلام في موضعه. وفي دليل على أن ما يخص الشخص في نفسه آكد عليه من غيره، يؤخذ ذلك من أن فضل أبي بكر رضي الله عنه لا خلاف فيه أنه أفضل الصحابة رضوان الله عليهم، فما بالك بالغير، وأن الأيمن في الجوارح أفضل من غيره، فآثر النبي صلى الله عليه وسلم فضل الجوارح الذي هو الأيمن منه عليه السلام على فضل الغير وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأكدها كما ذكرنا آنفا. ومن هذه النسبة أن قدموا قرابة الشخص، يعني بيقول لك إيه إن الشيء اللي في الشخص نفسه أقرب من اللي خارج الشخص، فلما كان يمين النبي قريب من جهة أعضاء النبي اليمنى قدم الجهة على جهة اليسار،
فهمت ازاي؟ بالرغم ان على يساره سيدنا ابو بكر، لان سيدنا ابو بكر منفصل واعضاء النبي اليمنى متصله. فاذا كان الافضل متصل يقدم على الافضل المنفصل. ومن هنا برضو علشان كده ايه الصدقه على القرابه اولى من الغريب، لان القرابه متصله فيها صله القرابه، فتبقى لك صله وصدقه. نفس الحكايه والجار الاقرب اولى من الجار البعيد وهكذا. فهتلاقي كل فالنبي صلى الله عليه وسلم فضل الاعرابي على ابي بكر لان هو قريب من جارحته اليمنى اللي هي متصله به. فهمت بقى ازاي؟ دي برضو ايه لفته جميله من مولانا الشيخ ابن ابي بكر. وأكد كما ذكرنا آنفا من هذه النسبة أن قدموا قرابة الشخص في المعروف على غيره، أن قدموا قرابة الشخص في المعروف على غيرهم، لأن جعل له في الصدق عليهم إذا كانت تطوعا أكثر أجرا من الأجانب. فتجد الحكمة أبدا في الشرع متناسبة إذا تأملت، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهنا بحث، وهو ما الحكمة بأن عين الراوي الدار والبئر فيه من الفائدة وجوه؟ ليه قال دارنا هذه وهذه البئر؟ اهم وجه انه مش وهابية، دي اهم وجه. لو كان سيدنا ابن ابي جمرة عشر الوهابية كان يقول لك ان هم مش وهابية، يتبركوا باثار النبي. منها دلالة ذلك على فضله صلى الله عليه وسلم وتواضعه، لان الراوي انس وهو خديمه عليه السلام، فمشي عليه السلام الى دار خديمه فضل منه صلى الله عليه وسلم وتواضع، وكونه اخبر بدخوله الدار ليعلم فضلها، لأنهم كانوا يتبركون بالمواضع حيث يدخل، وكل ما يكون من الأشياء التي يتصل منه صلى الله عليه وسلم بها شيء ما، مثل ما قال أحد الصحابة: ما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتي مكانا أتخذوه مصلى. يعني في أي حتة النبي يصلي فيها بيتي أروح محوطها كده وأعملها مصلى. وكذلك البئر، من أجل أن يبقى ذلك البئر وتلك الدار يتبركون بهما. وطبعا الوهابية ايه هدموا كل الديار والابار. ويترتب عليه من الفقه حسن طريقه المباركين الاخذين بطريق السلوك، لانهم يتبركون باي شيء يجدون من اثر المباركين، ويجدون لذلك بركه كبيره منهم في ذلك على طريق السلف، نفع الله بجميعهم بمنه. ونقف على الحديث العاشر بعد المئه غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.